احنا اصبح الملك لله، اصبح الخير بنات، كصبح تفولة بس عليكم، تصبحوا تصبحوا ان شاء الله. اليوم صباح الجو زوين كما كتشوفوا، مشمس الحمد لله. المهم البنات، غادي نبدا دابا راه 11 ونص ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نبدا معكم هاد الاكل المسالي عجوجتي الله يرحمها. كانت سيده رائعه، علمتني بزاف ديال المسائل في الكوزينه. هاد الاكله نورمالمون كدار بالحمص، كيديروها هما بالحمص وبرانيه. انا اليوم غادي نديرها لكم باللوبيا كريني، وغادي حتى هاد المذاق ديال اللوبيا كريني مع الدنجال كتجي رائعه، يعني من الاحسن انكم تجربوها. عندي هنا كميه ديال لوبيا كريني، عندي بصله محكوكه، مطيشه محكوكه، واحد الدرس ديال الثوم محكوك، شويه ديال الربيع. غادي نحتاج مطيشه كونسونطري، وغادي ان شاء الله غادي نبدا. غادي ندير هاد البصيله محكوكه، غادي نديرها في الكوكو ديالي، ومن بعد غادي نخليها تشحر مع شويه ديال الزيت. المهم البنات، انا دابا البصيله ديالي راها تقلات، غادي نضيف لها هاد اللوبيا مع المطيشه محكوكه غور وداك الراس ديال الثومه، وغادي نقول لكم العطريه اللي غادي نزيد فيها. المهم البنات، هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، ديما الملحه كنقول لكم ديروا واحد شويه ومن بعد عاد ذوقوا، ولا كان ناقصكم زيدوا، اللهم تزيدوا خير ما غادي تجيكم مالحه. غادي ندير هنايا شويه ديال فلفله كحله هو وسكينجبير، ندير فلفل احمر ولا البابريكا، ونضيف الفلفل سكينجبير، سمحوا لي الخرقوم ولا الكركم، ونضيف واحد الكميه قليله ديال الكمون، هكا راه راس معلقه ديال الكمون. غادي نضيف ديك المعلقه ديال الربيع، المهم قزبر ومعدنوس، ونضيف واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه كونسونطري، غادي نخلي هاد العناصر تقلى مزيان مع بعضياتها. غادي نوريكم اننا خصنا نزيدو واحد المرصويات ديال البرانيه ديال الدنجال، غادي نقول لكم الطريقه، نزيدوهم هنا عاد نرويو ومن بعد نبلعو الكوكو ديالنا. المهم الدنجال البنات قطعوه بطريقه عاديه، يعني القد ديالو راكو عارفين باش ما يتحرق لكمش في الزيت من تجيو تقليوه، هذا هو القد ديالو. كتقطعوه وكتخليوه واحد شويه حيت هو كيطلق شويه ديال الماء، اون فوا كتحسوا بداك الماء دار، انا راني مسحته، كتمسحوه هنايا بالكاغط، يعني هاد مين كيطلق داك الماء ديالو نحاولوا اننا ننشفوه من داك الماء كامل تفوتوا عليه، جوج ديال الجوانب، وكنرشوا عليه واحد الرشيشه ديال الملح وكنخليوه. بالنسبه للدنجال اللي قلت لك غادي نضيفوه في الكوكوط يطيب لنا مع يطلق البنه ديالو مع اللوبيا كريني، غادي نقول لكم البنات. المهم بعدا ندير هنايا شويه ديال المليحه، كرشيشه خفيفه ديال الملح. ها هما البنات داك الدنجانات اللي غادي نزيدوهم مع اللوبيا كريني، قطعتهم بهذا الشكل هذا، راني خليت وحده نديرها معاكم، المهم ما تكونش كبيره بزاف. كتقطعوا لها هاد الجوانب هنا، بحال هكذا، وهاد الربيع ديالو الخضر هذا حتى هو كنحاولوا اننا بحال نقشروه، يعني غادي يدخل غير هذاك القشره، يعني غير الداخل ديالو هو اللي غادي نديروه. وكنقطع حنايا واحد شويه ديال العمود،
طيب هذا الشكل هذا. مهم البنات، انا كنت ديجا غسلت هاد الدنجالات، بغيتو تعاودوا تغسلوهم ترميوهم مع الكوكوت ديالكم وترويو وتبلعوا، ومن بعد غادي نرجع لكم. بالنسبه للدنجالات ديالي انا غادي نمرمدهم شويه ديال الدقيق وخلطته غير مع واحد شويه ديال الفينو بهذه الطريقه هذه، باش يجيني مقرمش، يجيني بحال مقرمش من برا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه داك الكوكوت ديالي هي هادي، غادي نزيد لها الماء دافي صاي. هاد الماء راه قادني بانها داك اللوبيا ديالي طيب ان شاء الله، غادي نبلع عليها. مهم البنات، هذاك البرانيه ديالي ولا الدنجال هذا هو الشكل ديالها من بعد ما غادي نحمرها. انا كنخليها كتحمر حتى لهاد الدرجه هذه. الزوج ديالي كيبغيها مقرمشه، على هذا كندير لها هذاك الدقيق والفينو، كتجي بهذا الشكل هذا كتحمر. نتوما الا بغيتوها تكون محمره قل من هذه الدرجه، مهم لكم الاختيار. انا كنستنى دابا على اللوبيا جريني ديالي طيب، من بعد باش نقدمها لكم في طبق التقديم. الطبق الثاني البنات اللي غادي نقدمه معكم ان شاء الله نشاركه معكم هو السكوم، كيكون بهذا الشكل هذا، كيسموه باللغه العربيه الهيليون. مفيد جدا هاد النبته، حتى هي شكلها شكل البوبان، يعني عندها عده منافع وعندها عده فيتامينات وكالسيومات، مهم عندها مفيده بزاف، مدره للحليب بالنسبه للمراه اللي كترضع، كتصفي الكلاوي بالنسبه للناس اللي عندهم الحجر في الكلاوي. المهم انسان يستافد من هاد الوقيته اللي كيكون فيها بحال هاد النباتات اللي يعني كتكون مفيده وكيكون عندهم الوقت ديالها قصير، حيت كتكون غير في هاد الوقيته ومن بعد ما كتبانش، يعني نستافدوا منها. انا كذلك غادي ندير معكم غير مثال، هنايا الزوج ديالي جاب لي ثلاثه ديال الربيطات، ها هما انايا رانا غسلتهم، حاولت اني نقيهم نحيد منهم اي حاجه تكون يعني مغايره للسكوم، خليتهم هكا كربيطات غير باش نوريهم لكم، يعني باش نتوما تعرفوا كي دايره بالنسبه للسيدات اللي ما يعرفوهاش. انا غادي نقطع لها هاد الخويطات ديالها، غادي نزيد نقيها الا كان فيها شي حاجه، وغادي نقلع لها غير هذوك العريقات اللي كيكونوا شويه قاسحين، كيكونوا شويه قاسحين حتى ندخل العريقات اللي طريين، غير باش من نفورها ولا نسلقها ما تجينيش قاسحه في الماكله، يعني حتى نحس بانها ولات طريه هي تما هذيك هي اللي غادي نريد فيها ان شاء الله. كنقطعوها بحال اللي كتقطعي الخبز ولا كتقولوا لها بقوله، ماشي رقيقه بزاف، المهم بهذا الشكل هذا. غادي نديرها بشويه ديال الماء والملح تسلق لي، بالنسبه للسيدات اللي بغاو يفوروها تقدر تفورها. سمحوا لي على الصفاره، راها ديال الكوكوت تسمعوا الحس. انا غادي نديرها تسلق ومن بعد نرجع لكم باش نوريكم التتبيله ولاصوص اللي غادي نديروا معاه. البنات بالنسبه للمطيشه اللي غادي ندير مع داك السكوم راني سلقته دابا، عندي هنايا واحد الفصيص ديال الثوم طحنته، مطيشه جوج ديال المطيشات مقطعين طراف، هنايا راه داب لي هذا السكر، سكر حبيبات باش يعدل لي الحموضه ديال المطيشه ديال لاصوص، الخرقوم، راس معلقه ديال المطيشه كونسونطري، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال فلفله كحله وسكنجبير، وشويه ديال الفلفل الاحمر. غادي نديرها مع شويه ديال زيت الزيتون، ولا بغيتو تخلطوا معها الزيت العاديه، غندير غير شويه ديال زيت الزيتون. السكوم البنات هو هذا، من بعد ما كنسلقوه شوفوا البنات كيتهربز غير بوحدو، ها هو بغيتو تفوروه فوروه، انا المهم الطريقه السهله اللي كتجيني سلقته مع شويه ديال الملحه. دابا غادي نستنى على المطيشه ديالي يدخلها الطياب ونضيف له هذا السكوم، نحس بالمطيشه ديالي بلي طابت، غادي نزيد لها هذاك السكوم. غادي السكوم غير واحد جوج دقائق ولا ثلاثه غير متسجلي مع هاد العناصر، غادي نزيد عليها واحد جوج بيضات ونخليهم يطيبوا، البيض يطيب وصايي هو الطبق ديالي موجود.
هاد السكون تقدري ديري غير مع زبيده هكا زبده شويه وتشوحيها تقدري يعني تجي حتى هي زوينه. انا كنفضلها بمطيشه كتجي غزاله بهاد لاصوص مع الطوماط. هذا هو الطاجين ديالي البنات ديال اللوبيا غريني مع برانيه اللي كنت قلت لكم طبق جزائري محض. عندي هنايا السكوم طيبته مع البيض كيجي زوين وبنين وفرفقته مع البيض طراف سلطه. كنقول لكم الصحه والراحه وان شاء الله يعجبكم هذا الروتين الصباحي اللي درت معكم. ان شاء الله يعجبكم وما تنسونيش باللايك وجيم وصيفطوا لي تعليق مشجعه.